الآن راح نناقش بعض الحالات اللي ممكن تمر علينا بموضوع الفريكشن وشلون نحل هاي المسائل. يعني مثلا إذا كان عندي هاي الحالة ومنطيني قيم الوزن والقوة بي المسلطة، ومطيني أيضا معامل الاحتكاك مالت السطح بحالة الستاتيك وبحالة الكاينتيك فريكشن. يعني المعطيات بالسؤال هو الوزن W، قوة P المسلطة قوة الخارجية، الميو S الستاتيك كوفيشنت أوف فريكشن، والميو K اللي هو الكاينتيك كوفيشنت أوف فريكشن. الآن شنو المطلوب بهذا النوع من الأسئلة؟ مثلا مطلوب انه احنا نشيك هذا الجسم، هل راح يبقى بحالة سكون بمكانه او ينزلق او يصير به حركة؟ هل هذا الجسم راح يبقى اتريست ساكن او سلايد ينزلق، يعني يصير به موشن موفمنت، طبعا داونورد او ابورد ماكو مشكلة. الآن أنا أقدر أستخدم معادلات التوازن اللي هي summation f of x summation f of y حتى أطلع قيمة النورمال فورس n والفريكشن فورس f. طبعاً هنا بيش من نوع من المسائل، إذا السطح مائل، إذا السطح مائل يفضل أخلي x ويا السطح والy عمودي على السطح، فالn راح تشتغل ويا الy والF راح تشتغل ويا الX، وهنا عندي اللي يتحلل هو الوزن والقوة P. فمن معادلات التوازن summation of X راح أطلع قيمة F، وsummation of Y اللي هو صار عمودي على السطح راح أطلع قيمة N. الآن أجي أحسب أقصى قيمة للفريكشن فورس FM اللي هي قلنا لما يصير عندنا شروع بالحركة embedding motion اللي هي تساوي ميو اس في الان. ان انا حسبتها من التوازن والميو اس منطيني اياها بالسؤال. الان اريد اعرف هذا الجسم يبقى اتريست لو يتحرك شلون؟ اجي اقارن قيمة اف اللي حسبتها ويا التوازن من التوازن مع قيمة اف ام اللي حسبتها من هاي المعادلة. اذا كانت اف اقل من او يساوي الاف ام معناتها أنا بعدني بالريست، بعدني بحالة السكون، الجسم ما راح يتحرك. أما إذا كانت قيمة F أكبر من FM معناتها اللي صار عندي حركة، الجسم راح ينزلق على السطح والحركة راح تحدث، وبالتالي قيمة F الحقيقية هي الـ FK أو الـ Kinetic Friction Force اللي تساوي للام كي اللي طانيا بالسؤال في قيمه ان اللي حسبتها من معادله التوازن. هذا النوع من الاسئله ممكن يمر بينا. النوع الاخر انه انا عندي هذا الجسم والدبليو معلوم، البي معلومه، وايضا قايل لي اكو شروع بالحركه، اكو شروع بالحركة embedding motion، يعني الـ FM أو قوة الاحتكاك واصلة لمن؟ لأقصى قيمة اللي هي ميو اس في الـ N. المطلوب شنو هنا؟ نحسب معامل الاحتكاك ميو اس. فأنا أيضا أجي من التوازن أحسب قيمة الـ F والـ N. طبعا هنا أيضا يفضل قلنا إذا السطح مائل، إذا السطح أفقي بعد هو الـ X ويا الأفق والواي هو العمود. أما إذا السطح مائل فيفضل أخلي الأكس مثلاً ويا السطح والواي هو العمودي على السطح، فالأن راح تجي من summation of of y والأف راح تجي من summation of of x، فالأف والأن راح أحسبهم من معادلات التوازن. الآن هو قايل لي شروع بالحركة، فإذا أف اللي حسبتها أنا هي تساوي الأف أم اللي تساوي لي ميو اس في الان، وطبعا ان ايضا انا حاسبها من التوازن. اذا بهاي المعادله صار شنو المجهول الوحيد؟ اف هي الاف ام يعني قيمتها معلومه من التوازن، الان ايضا من التوازن معلومه،
فالمجهود الوحيد هو قيمة الـ coefficient of friction، الـ static coefficient of friction، فأقدر أحسب قيمة الميو اس من هاي المعادلة. هذا أيضا نوع من أنواع المسائل اللي ممكن يمر بينا. النوع الثالث اللي ممكن يمر بينا أنه أنا عندي شروع بالحركة للأسفل، منطيني هو شروع بالحركة وقايل لي للأسفل شروع بالحركة، فأيضا الـ FM راح شو تساوي ميو اس في الـ N، شروع بالحركة، بس هنا اتجاه الـ FM مش بيه معلوم، خليته وين؟ للأعلى، للأعلى، واتجاه الحركة، اتجاه الحركة راح يصير، أو اتجاه الحركة أو الشروع بالحركة راح يصير للأسفل. هنا أنا واحدة من ذني القوى مجهولة P أو W، يريد هو طبعا يعرفهم الميو اس والميو كي معلومة، وقايل لي أيضا أكو شروع بالحركة للأسفل، واحدة من الـ P والW معلوم، لذلك قلنا المعطى هو P or W، P or W، واحدة من عندهم معلوم والمعلومة والأخرى مجهولة، فالمطلوب نحسب طبعا P or W، منو منهم المجهول، منو من الـ P والW مجهول راح نحسبه. الآن أنا عندي شروع بالحركة، فأقدر أكتب الـ FM تساوي ميو اس في الـ N، فإذا أنا وين ما عندي N أقدر أو FM أقدر أعوض عنها بشنو؟ بميو اس في الـ N، فإذا صار بدل ما صار عندي ثلاث مجاهيل أو بدل ما صار عندي ثلاث مجاهيل، نعم، اللي هم P أو W واحد، الـ N اثنين، والـ FM ثلاثة، صار هسه اشوف الـ FM بدلالة الـ N، فإذا صار عندي مجهولين فقط اللي هم الـ N وواحد من الـ P أو الـ W، فأقدر أستخدم معادلات التوازن لحساب P أو W أيهما مجهول. Two unknowns مجهولين and two equations of equilibrium، summation of S summation of X واحد وsummation of Y اثنين. طبعا نعرف احنا كل معادله تحل مجهول واحد، عندي معادلتين يحلن مجهولين. قبل لا استخدم هاي المعادله انا كان عندي ثلاث مجاهيل اللي هم واحد من ذولي ال P او ال W وال N وال F وال FM ثلاثه، لما كتبت ال FM بدلاله ال N صاروا مجهولين، ال N واحد من ذولي، فاقدر استخدم معادلات التوازن حتى احسب دول المجهولين. أو واحد يقدر شي يسوي، يعوض عن الـ N والـ FM بالمحصلة مالتهم، بالمحصلة مالتهم اللي هي سميناها R، إذا نتذكر R هي المحصلة مال الـ F والـ N، ويرسم مثلث القوى، عندي ثلاث قوى صارن R P و W، طبعا هاي الزوايا هم ينطينا إياها هو زاوية الميل مال السطح، فـ R و P و W، إذا أستخدم علاقات الساين، ساين كل زاوية على الضلع المقابل إلها يساوي ساين الزاوية الأخرى على الضلع المقابل إلها، وهكذا، فأقدر أحسب قيم المجاهيل مثل ما تعلمنا بالمحصلة. إذن أنا أما أستخدم معادلات التوازن فعندي مجهولين ومعادلتين، أو أستخدم مثلث القوى، عندي ثلاث قوى اللي هي R محصلة الـ N والـ F، R و P و W، فأقدر أحسب القيم اللي أريدها أنا. هاي الحالات اللي ممكن تواجهنا في موضوع الـ